بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء مدينة زيطن الأسيرة المضطربون بالخارج، نعلن للعالم أجمع لإخواننا ثوار مدينة زيطن تضامننا معهم ومع ثورة 17 من فبراير وتأييدنا للمجلس الوطني برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل، كما أننا نبرأ مما يقوم به أعوان النظام من اللجان الثورية ومما خانوا الشعب الوطن، ونحملهم المسؤولية كاملة على كل الممارسات التي يقومون بها من اختطاف وإرهاب لسكان المدينة والتغرير بالشباب لضرب أبناء الشعب الليبي بعضهم ببعض وتحقيق هدف طاغية. ونؤكد في نفس الوقت ونحن نستشعر بعمق رابط الأخوة التي تربطنا بإخواننا سكان مدينة مصرات الصامدة أننا معهم في نضالهم، وأننا نشعر بالحزن العميق لكل قطرة دم سالت في مدينتكم المجاهدة وفي كل مدن وقرى بلدنا الحبيب، وأن التوار الشرفاء من مدينة زيطن كانوا وما زالوا عونا لكم، كما أننا نبرأ إلى الله من هذه الشرذمة التي لا تمثل الوجه الحقيقي لهذه المدينة، كما أننا ندعو أهلنا في مدينة زيطن للتبرؤ من هؤلاء الفاسدين أتباع النظام وتضييق خناق عليهم، والانضمام إلى صفوف التوار ومساعدتهم والوقوف مع إخوانهم من توار مدينة مصراتة والالتحام بتوار جاراتها من الخمس ومسلاتة وترهون بن وليد، كما نناشد علماءنا ومشايخنا الأفاضل وكما عاهدناهم عبر تاريخ ليبيا نضالي ضد الاحتلال الإيطالي في انتصارهم للحق ودحضهم للباطل، أن ينتصروا لدينهم على حساب دنياهم وأن يجاهدوا بالحق وأن لا يخافوا الله لومة لائم. وإننا وإذ نحذر الفاسدين من الجواسيس والعملاء بأن ساعة القصاص قد اقترب أجرها وأن أيام الطاغية أصبحت معدودة، نعلمكم بأن تخليكم عنه أشرف لكم في هذه الأيام التي سطر فيها تاريخ ليبيا بدماء الشهداء، وسيعلم الذين ظلموا أي مقرب يقربون. توار مدينة زيطن 1/6/2011. الله أكبر، الله أكبر.